أنغام عربية وأخرى من مناطق العالم المختلفة تسمع في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن كجزء من احتفالية مهرجان الثقافة والطعام العالمي، احتفال تختلط فيه الموسيقى برائحة الشواء ونقوش الحناء. جئت من مدينة تشارلستون، مدينة فيها أطعمة رائعة ومتنوعة، لكنني لم أتناول اللذة من الطعام في هذا المكان، إنه مهرجان رائع. تنوع ثقافات تراه حاضراً في هذا الحفل السنوي، وبالنسبة لأصحاب المطاعم المختلفة فإن هذا المهرجان يعتبر نافذة مميزة للتسويق ووسيلة لتعريف الأمريكيين بالأطباق المهمة في كل بلد. أكثر أكلة يمنية اللي هي الحنيذ، هم اللام يعني الحنيذ يطلبوا أكثر شيء، وبعدين يعجبهم كمان السلتة والفحسة واللام مندي والتشيكن مندي يعني، بس الحنيذ رقم واحد. فريدة وفريقها يفتخرون بالمطبخ التركي وكيف أن طعام هذا البلد مطلوب في كل مكان. في الحقيقة عاصمة الأكل هي أنطاليا، وفي الفترة العثمانية انتقلت طريقة تحضير الطعام من هناك إلى البلقان وأوروبا والشرق الأوسط. بمرور الزمن اختلفت النكهات، لكن الأكلات تبقى بالأصل تركية. النقاش مع فريدة سيدخلك في جدليات أصل البقلاوة وورق العنب والكباب، لكنك وإن اختلفت معها فإنك ستعترف بأنها طاهية ماهرة إذا ما تذوقت منتجاتها. علي الزبيدي، الحرة، واشنطن.